ماذا تفعلين عشان هذا التراث يبقى ويستمر ويتطور والأجيال الكثيرة تعرفه؟ الدراسة والنشر. اللي بيتنشر مع الأسف مش جاد. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا كتابي عملته بالإنجليزي. أيوة. وأنا قلت التراث المصري يستاهل إن العالم كله يعرف قيمته، فعشان كده هكتبه بلغة يسمح له إنه ينتشر. أيوة. في العالم. أيوة. لكن ما يفضلش حاجة محلية. قطعا في أعداد كبيرة جدا جدا من الشباب حاليا مهتمين بهذا الموضوع، وبالتالي من الممكن أن يبقى في رأي عام بيتكلم على الحفاظ على هذا التراث وعلى تنميته وعلى إشاعته في البلد كلها. أنا بحس أن اللي بيجيلي بيسأل عن التراث عايز ملخص أوام يعرف حاجة عنه، مش عايز يبحث ولا يقتنع، عايز كلمتين هيك يعني شديدة الاعتزاز بالتراث المصري وبقيمته. وده اللي كنت بقوله برضو لحد من عندك، حضرتك ممكن تتصوري ان احنا في لغتنا لما نعوز نشتم حد نقول له انت بلدي؟ هل ده صح؟ لا لا يصح الحقيقه مفروض. وبعدين بقول احنا الفئات المتعلمه المميزه قاطني المدن اللي فرضنا هذا الاسلوب على بقيه الشعب، فلازم نبتدي يبقى في دعوه ان الكلمه دي تتلغي. ما يبقاش يبقى ما اقول لك حضرتك بلدي معناها اني بكرمك. ايوه مش ان انا بشتمك. جميل.